إذن سنتحدث أكثر عن قرار المركزي الأوروبي وغيره من الأوبيان يتصرف أي حركة الآن في ظل هذه القوة لليورو، يعني يصل إلى أعلى مستوياته في 3 أعوام، ونضع بالاعتبار قد إيه هذا الشيء مضر بالصادرات الأوروبية التي تعتمد عليها أوروبا بشكل رئيسي. وأيضا التضخم الذي هو يعني يلعب دور رئيسي، تراجع اليورو في دفع مستويات التضخم للارتفاع إجمالا، يعني من المتوقع بشكل كبير هذا القرار، ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي تدخل من المركز الأوروبي قبل شهر مارس الذي من المتوقع أن يكون هناك أي إعادة النظر في البرنامج التريليونين والنصف للتيسير النقدي الذي يتبعه المركز الأوروبي. إجمالا اليورو كان يعني قد حقق ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي بما يزيد عن 14%، وخلال تعاملات الشهر الأول من هذا العام تمكن من الارتفاع بشكل أكبر بكثير. طبعا بلا شك المزيد من الارتفاعات اليورو سوف تضر، ولكن أي تلويح إضافي أو تلميحات إضافية حول نوايا المركز الأوروبي بالتابرينج أو بتقليص برنامج الشراء خلال الفترة الماضية القادمة سوف تخدم بلا شك مزيد من الارتفاعات لليورو، خصوصا أنه اليورو ممكن يوصل عندنا لمستويات 1.24 و1.25 قبل أن يتم فعليا الحديث من قبل المركز الأوروبي عن النوايا الحقيقية باتجاه برنامج التيسير والسياسات التيسيرية المتبعة داخل المركز الأوروبي. وأيضا لا ننسى ضعف الدولار الأمريكي والسياسات الحمائية التي تخدم أكثر مزيد من الارتفاعات على اليورو دولار أمريكي كزوج. طيب رائد، يعني تصريحات وزير الخزانة الأمريكية بالفعل ملفتة جدا، يعني وأثارت استهجان في الأسواق أن يكون في تعليق لشخص بهذا المنصب على قوة عملة من عدمها، كيف قرأتها؟ وهل بالفعل يعني كان فيها يمكن كما يقال تحفيز لفظي؟ يعني اللي عرفناه من ترامب والإدارة ترامب إجمالا أنها أجريسيف فيما يتعلق بموضوع الاقتصاد، وبالتحديد رغبة السياسات المالية وحكومة ترامب الإبقاء على دولار أمريكي منخفض والحفاظ على انخفاضه. بلا شك أن هناك فصل حقيقي ما بين السياسات النقدية والسياسات المالية وأمور يعني الإجراءات التي يتم اتخاذها من الفيدرالي الأمريكي مفصولة إلى درجة كبيرة من السياسات المالية، وطبعا هذا من شأنه أن يحفز. يعني كنا سمعنا سابقا يعني اتهامات من الولايات المتحدة الأمريكية للصين بالتدخل بشكل مباشر في التحكم بسعر الصرف، الآن نسمع مثل هذه التلميحات التي فيها مثل ما تفضلتي يعني فيها تحفيز لفظي مباشر، ويعني إبداء رغبة حقيقية بأن يكون الدولار الأمريكي أكثر انخفاضا، وهذا يعني الأسواق تتفاعل معه بشكل سريع. ولكن يبدو أن السياسات المالية الأمريكية والسياسات الحمائية تدعم أن يكون الدولار الأمريكي منخفض وأن يبقى منخفض لفترة ممتدة. الجولد الذهب يمكن هو دائما ما بيكون دائما له حركة موازية للدولار، يعني قوة الدولار تضعف الذهب لأنه مسعر فيه بتجعله أكثر كلفة على حامل العملة الأخرى. يمكن أكثر حدا خدمه ضعف الدولار هو الذهب. شو الأوتلوك للذهب الآن؟ حقيقة يعني فنيا تمكن الذهب من رسم مسار صاعد بشكل واضح نوعا ما، ويعد بمزيد من الارتفاعات. يعني ممكن انه نسمع بمستويات ال 1500 دولار للأونصة بخلال الربع الاول من هذا العام، يعني هناك تفاؤل كبير من إمكانية ان يكسب الذهب مزيد من الارتفاعات الحادة خلال الفترة القادمة، خصوصا مع يعني ضعف الدولار الأمريكي الذي يتضح بشكل كبير انه يعني مستهدف ويعني يريدونه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي يستفيد بشكل أكبر، إضافة إلى أنه فنيا يعني تمكن من اختراق مستويات مقاومة مهمة جدا، ويعني وشكل أرضية قوية لاتجاه صاعد قد نشهد مزيد من الارتفاعات. شكرا جزيلا لك رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب الأستاذ رائد الخضر.